Bir dakika. Tut. Sen oraya tut. Kaldır abi sen orayı. Acele etme. Gel. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Şimdi abiciğim şuradan bana iki kürek toprak verin. Şuraya var bir içeceğim abi. Orada bak, orada bak. Abi daha oraya atıyor. Hacı Hamza, şöyle şuradan gel. Şöyle. Buraya mı gelmek istiyorsun? Yok yok. Şuraya istedim. Abi sen de yukarı çıksan da. Yok yok, ayarlayalım. Acele etme, acele etme. Ya su var, gördüm. Kaç oldu şu ara? Değil mi ya? Çapaya ver oradan. Biraz geri çekilelim. Biz Kur'an okumamıza başlayalım. Kur'an'ımızı hocam, okuyalım. Peki yardım edin. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. Beklerim. Kendime zaten dur ne beklerim. Tamam, inşallah. İnşallah tayinimiz ismar. Görüşürüz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ فَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل البلاغ المبين قالوا أنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أنزلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة فأنف منه يأكلون نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقضاء عاد كالعين لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يبقى في الصور فإذا هم من الأسلون قالوا يا بين مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Muhittin, okuyacak hafız var mı burada ben bilmiyorum. Kimse oku, var mı okuyacak kimse? İnne ashabel cennetin yevme fî şuğulin fâkihûn hum ve ezbâcuhum fî zilâlin alel erâike müttekiûn lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedda'ûn selâmu kavlem min rabbir rahîm emtâzun yevme eyyühel mücrimûn ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له رحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد ما وجه من الحياة إلى الممات للدنيا أملا وعلى آله وأصحابه الصابرين على البلاء اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي يا رب العالمين كلون Hacı Ali Rıza Topuğu davet ettin onu senin rahmet ve mağfiretine ebedi hayat yolculuğu uğrunda tevdi eyledik, yerleştirdik. Allah'ım kendisine rahmet ve mağfiretinle muamele eyle ya Rabbel Alemin.
Allah'ım, Peygamberimiz buyuruyor ki, kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Allah'ım, Ali Rıza kulun için kabri cennet bahçesi eyle ya Rabbel Alemin. Yapılan duaları, okunan Kur'anları, yaptığı amal-ı salihatını kabrinde kendisine enis ve yoldaş eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Onu yalnız bırakma ya Rabbel Alemin. Amin. Rahmet meleklerinle onu karşılat ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım, yarın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Livaul Hamd isimli sancağı altında onu haşru cem eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Onu cennetine koy. Cennetini ebediyül ebed eyle ya Rabbel Alemin. Cennette nimetlerin en güzeli olan cemalinle müşerref olmasını ona ve bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Ona rahmet eyle, mağfiret eyle, onu affeyle, onu bağışla. Seyyiatını hasenata tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Varıp gittiği ahiret yurdunu dünya hayatından daha güzel eyle ya Rabbel Alemin. Geride bıraktığı kederli ailesine sabr-ı cemil, ecr-ü cezil ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Bizler dahi onun haliyle hallandığımız zaman bizlere iman selameti nasip eyle ya Rabbel Alemin. Yaptığımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya kerestanihna sabbu sifar ellezina anantabihum aydin abdullahi rasulullahi amin. Komşular, tekrar buraya kadar geldiniz bu yağmurlu günde, bu kış gününde. Haklarınızı tekrar helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak sizden ve merhum Ali Rıza abimizden razı olsun. Bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu mezarlıkta bulunan bütün ehli imana rahmet eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti bütün ölülerimizin üzerine olsun.